ورا بعض واقفين بالألوف، عاملين صفوف متشبكين ومفرطين زي الحروف. فينا كل واحد خد له دور، وفي الطابور عاقل ورا طايش وجنبه فيلسوف. أيامنا دور شطرنج عمال يتلعب، ولا مننا بنغلب ولا احنا بنتغلب. أيامنا دور شطرنج عمال يتلعب، ولا مننا بنغلب ولا احنا بنتغلب. مكسب خسارة نتيجة عمالة تتقلب، مش عيب تخاف من الموت، العيب تموت من الخوف. طبيعي سنة الحياة، ألف اتجاه وجهات نظر دغري ومشيها على عمى. واحد رجع والتاني تاه، ويا اللي تاه شوف مين تفرقه ومين ناوي تكمل معاه. مشهد مكرر بينا والظاهر قدم، صح وغلط باطل بحقي بيتصدم. مين يتحذر كل ما كان مين يتردم؟ ضمير صحي وضمير موافق يتعدم. سيناريو كان مفتوح واللعب على المكشوف. اللعبة واضحة باختصار بين الكبار وبين الصغار، أو يغير في المسار. مش عيب تخاف من الموت، العيب تموت من الخوف. يحمدوا ربنا ويبوسوا ايديهم وش وظهر انها جت على قد الحمص، وان حراميه المولد ما فسحوهمش، وان عملت لك خاطر يا كبير ولميت الدور. طب يا فتحي، ما دام الحكايه فيها مراقبه وقلق، ما بلاها مشاوير، خلينا قاعدين هنا وهاديين زي ما انت قلت. دماغه الناشفه دي انا هكسرها له وهوقعها وقعه مش هيقوم منها تاني ابدا. يا سلام، لو له يد ده انتوا عملتوا انجاز كبير كده. عموما يا حضره الضابط، انا ما عنديش صبر بقى للمناقشات والتحقيقات بتاعتكم دي، خصوصا ان يومكم بسنه. الكلام ده كان زمان يا باشا،
أنا تعبت وشقيت واتبهدلت وصرفت دم قلبي، وعمولة العملية كلها بقت من حقي. ولا يهمك، اعتبر ان كل اخبار عامر ونورهان وشركته في جيبك، واول باول كمان. كتر خيرك يا بابا، فعلا حنيتك باينه قوي على طارق. ان فتحي ده هو العقل المدبر ورا كل حاجه، هو اللي بيخطط لتشكيل العصابه ده. في الحاله دي يبقى ده شخص مش سهل. ايه في بقك يلا؟ اوعى تكلمني باللغه الحمضانه بتاعتك دي. انا راجل كومي، راجل كومي ما بيتهددش. البوليس حاططنا كلنا تحت المراقبه، وانا عندي مشوار مهم، عشان كده انا عايزك تنزل دلوقتي تاخد جزء من المراقبه وراك تفسحه، وانا شويه وهنزل وراك وهعرف اتصرف مع المراقبه اللي فاضله. دلال انت عارفني كويس، انا عمري ما وعدت وخلفت وعدي. انت غلطت واهملت يا فتحي، وده اقل تمن تدفعه. وبعدين احمد ربنا بقى يا اخي ان انا هرجع الصندوق وحابعد عنك غنيم وبلاويه. انت فاهم معنى الكلام اللي انت بتقوله ده يا سراج؟ انا فاهم كويس قوي ومقتنع ان مفيش حل غيره. وبعدين خلي بالك، كل اللي احنا فيه ده من تحت راسك وبسببك. الحل انك تبيعني الكلب زي اللي اسمه غنيم ده؟ فتحي اعرف انت بتقول ايه. انا لا عمري بعتك ولا قصرت في حقك، لكن المرة دي انت اهملت، ضيعت نفسك وعايز ضيعني معاك. خلاص يبقى نرجع لاتفاقنا الاولاني. اتفاق ايه يا فتحي؟ اخلص على غنيم، مش ده كان طلبك في الاول؟ وده هتخلص عليه ازاي بقى ان شاء الله؟ جريه انت بس وسلمهولي وانا هخلص عليه، وساعتها بضربت عصفورين بحجر واحد، خلصت على غنيم ونزنازه وسلمتك الصندوق. يا فتحي، يا فتحي غنيم مش سهل، واكيد هيبقى عامل حسابه كويس قوي. وبعدين لو حس مني باي غدر هيضرني، ممكن يتجنن ويبلغ عني، او على الاقل يختفي. ساعتها بقى لا هعرف اوصل له ولا هعرف ارجع الصندوق. لكن لو نفذت اتفاقي معاه، أنا اللي هبقى ضربت عصفورين بحجر، رجعت الصندوق وخلصت من مشاكلي مع الراجل اللي واصل اللي ممكن يضرنا في أي لحظة. يعني أنت مصر إن كلب زي غنيم ده يضربني في ظهري ويعلم عليا، وأنت عايز ناخد الضربة وأسكت وأتنازل عن حقي وحق رجالتي؟ لكن لا يا سراج، أنا مش هسمح بكده أبدا ومش هسكت. يا فتحي بلاش تحسبها كده، لو فكرت في كلامي هتلاقي كل كلمة قلتها صح. وبعدين يا اخي بقى، عايزين نفوق لشغلنا، انسى غنيم ده خالص، ارميه ورا ظهرك كانه ما اشتغلش معانا من الاساس. يعني ده اخر كلام عندك يا سراج؟ هو ده كلام العقل يا فتحي، اللي فيه مصلحه الكل. سيد العقلين، وطالما المصلحة عايزة كده وماله، يبقى كل واحد يدور على مصلحته. يعني يا فتحي يعني تديني فلوسي بتاعت آخر عملية بتاعت الشيكات، وأنا بقى هشوف مصلحتي بطريقتي. فتحي، احنا اللي بينا كبير قوي، ومش لازم اي حاجة تهزه او تعكره، لان انا مش ممكن نستغنى عن بعض ولا نلعب ضد بعض. احنا عمرنا ما نلعب ضد بعض، عشان زي ما انت بتقول اللي بينا كبير، وعشان احنا كبار وهنفضل طول عمرنا كبار. لازم شغل العيال الواطية الصغيرة اللي حصل في عملية الصندوق ما يكررش تاني ابدا، ونخلص منه. وده اللي انا بحاول اعمله يا فتحي. فعلا يا سراج، هو ده اللي انت بتحاول تعمله، انك ترمينا للكلاب وقت اللزوم عشان خاطر مصلحتك. سلام يا استاذ. على السلامه يا فتحي.
مساء الخير. أهلا. مساء النور. ايه ده؟ مش انت فتحي بتاع زمان؟ بالظبط كده. ازيك يا سميحة، عاملة ايه؟ الحمد لله يا اخويا كويس. اهلا وسهلا. خطوة عزيزة تاح، نورت الدنيا والله. تعال يا اخويا، تعال ندخل جوه. لا 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 لا، ربنا يخليك عدو. خلينا نقعد هنا في الهوا. انت عايزة في كلمتين كده. كلمتين ايه بقى ان شاء الله؟ جراولة ايه في ايه؟ ايه وانا قلت حاجة؟ خف رجلك، روح اعمل لنا اتنين شاي. يلا يا اخي. ماشي يا اخويا. يلا. راح. لا مؤاخذة تاح، معلش. ما تزعلش من سميحة، أصل من ساعة ما خرجت من السجن وهي دايما كده قلقانة. أصل وأنا في السجن اتمرمطت هي والعيال جامد أوي، ما أنت عارف. أنا حكيت لك. أنا مقدر، هي برضه معذورة. المهم طمني، أكرم وديربو أخبارهم إيه؟ عشان اعرف اجي لك النهارده. ما تشغلش بالك، هما شويه تيه كده وهينسوا. المهم انت بس خف تنطيط اليومين دول. تلاقش عليا، اهم حاجه ان انت الوحيد اللي فينا في السالك، عشان كده مش عايزك تكلم اي حد فينا الفتره اللي جايه دي. وانا لما هعوزك هكلمك وهعرف اوصل لك. تمام يا كبير، تمام. ده نصيبك في عملية الشيكات اللي فاتت. تسلم يا تاح، يوم العز. بقول لك ايه، انا عايزك تتقل يا عدو، مش عايز العز يبان عليك مره واحده، عشان ما تجيش تحت النظر والعين تفتح عليك تاني. عيب يا تاح، ده انا برضه على قديم. متقلقش، هدكن ورسق الدنيا. المهم انت قول لي عملت ايه في حكايه الصندوق. تمام، بعمل محاوله كده، ربنا يقدم في الخير فيها. يلا هنطلق انا بقى. ها يا عم تنطلق ايه؟ اشرب الشاي الاول بعدين تكل على الله. يبقى ليه عندك واحد شاي؟ خلي بالك من نفسك. سلام من ام العيال. سلام يا ابو الرجاله. الف سلامه تاح. خد بالك من نفسك وطمنا عليك والنبي. مشي ولا ايه؟ يا اختي اشرب انت الشاي بقى. كان عايز منك ايه؟ كان عقبال عندك عايز يناسبني. ده انت فايق قريب بقى وبتهزر. بقول لك ايه؟ انزلي من على ودني عشان دماغي مش رايقه لك الليله دي. امال رايقه لايه؟ للمشي العوج بتاع سي فتحي؟ لم ليلتك كده وتمسي عشان ما اقلبهاش نجت فوق دماغك. ما هي جيت فتحي السعادي اكيد فيها مصيبه جديده وعايز يورطك فيها. لا يا اختي، مجيت فتح السعادة مجيت العز والهنا والنغمغة. وهي من امتى يا اخويا الحداه بتحدف كتاكيت؟ المرة دي حدفت كتاكيت ووز وديوك رومي كمان يا بت. ايه ده؟ ايه الفلوس دي كلها؟ سمي يا بت محسن المال لاصحابه. يا لهوي، عايز نسمي على فلوس حرام يا عدو. حرام ولا حلال مالكيش فيه. والنعمة الشريفة لو ما لميتي نفسك لاخد العيال واطفش من وشك واسيبك مغروزة هنا في الفقر زي ما انت. تفهمه ولا لا؟ لما سبت يا عدوي هي حصلت للدرجه دي؟ للدرجه دي يا سميحه؟ يا سميحه انت غاليه عندي، بس انا خلاص صدقت ان ربنا فتحها عليا وهنقب على وش الدنيا انا وانت والعيال. عايزانا نفضل في الفقر ليه؟ اذا كنت انت عايزه تفضلي في الفقر انا خلاص ما بقتش مستحمل لا فقر ولا ظلم. تنسيش ان كنت هقتل البت بايدي بسبب الفقر والذل اللي احنا عايشين فيه. بص يا بنت الحلال، عوديني وامشي على اللي في دماغي، ان انا خلاص
بقتش حمل لا فقر ولا ذل ولا مناكفه معاكي. وانا من الاخر كده مش هسمح لاي حد يرجعني للفقر والذل تاني، حتى لو الحد ده كان اغلى حد عندي. مالك يا فتحي فيا؟ المراقبة من امبارح مش موجودة، ملهاش أي أثر. ملهاش أثر؟ تفتكر بعد اللي حصل امبارح حسوا إن احنا ورشناهم وسحبوا المراقبة يمكن؟ وارد، وارد جدا. يمكن عشان خاطر ينيمونا يدون الأمان شوية عشان نتصرف براحتنا، أو غيروا خطة المراقبة خالص. ما تعرفش أي حاجة في السكة دي. بص يا فتحي، احنا لازم نفضل مخليين بالنا كويس وما نعملش أي حركة ممكن تتمسك علينا. عندك حق. امسك. ايه؟ أنا هروح مشوار كده وارجع على طول. مشوار ايه تاني بس يا فتحي؟ مشوار كان لازم اعمله من امبارح بس ما لحقتش. طب خلي بالك من نفسك يا فتحي، ما تاخرش والنبي عليا. خلاص والنبي يا ماما، مش قادره. لا يا اختي يرحمك، لازم تتغسي يا حبيبتي وتقومي بالسلام، عايزين نسيب المدرسه دي. هو الدكتور ما قالش هخرج امتى؟ يومين ثلاثه تتحسني ان شاء الله، خصوصا انهم اخذوا اقوالك. خلاص يا وليه، ولولو عليك ساعة وسكتوا يا بعيد. بس يلا، في ايه يا فتحي؟ كنت عايزك في كلمتين لوحدينا. ليه؟ ان شاء الله في بينكوا اسرار ولا ايه؟ اخرجي ياما وسيبينا دلوقتي لوحدينا وانا هبقى نادي عليكي. طيب يا بنت بطني، بس خد بالك لو عملت حاجة في بنتي انا بقى مش هسكت. خف نفسك. ارفع عينيك يا شيخ. خير يا فتحي؟ عامله ايه النهارده؟ بخير طول ما انا شايفك قدامي. طبعا انا متشكر ليكي عشان المره اللي فاتت طلعتي عالم وما فتحتيش بقك، وده لمصلحتك ومصلحتنا كلنا. ما انا خلاص يا فتحي اتعلمت ان الجنان وقله العقل اخرتهم وحشه قوي. انا كنت عايز اطلب منك طلب. أمرني. عايز نمرة غنيم اللي كان بيكلمك منها.
مش عايزها براحتك، انا عارف اتصرف فيها، عن اذنك هديها لك. بس ليه عندك طلب تجيب الكلب ده وتدفعه من دمه تمن اللي عمله فينا كلنا؟ نمرة كام؟ برجتك البلا، انت واخوك في ساعة واحدة ربنا ياخدكوا بقى. كان عايز منك ايه بس الاخس ده؟ ما تخافيش يما، فتحي ما كانش ناوي على شر. ده هو الشر بذات نفسه، انت ما شفتهوش لما جه البيت لما كنتي هربانة؟ ده نشف دمه، الله ينشف دمه. يما بعد اللي عملته كان ليه حق يعمل كده واكتر كمان. انت هتحني تاني ولا ايه؟ وحتى لو حنيت ما عادش يجي من الخوف دلوقتي، مش من فتحي، الخوف من اكرم وجنانه. يا ترى بعد ما اخرج من هنا هتبقى ناويلي على ايه يا اكرم؟ ايه تق؟ جرب تاني. النمرة دي مش شغالة. يعني ايه مش شغالة؟ يعني مش موجودة في الخيمة. ازاي يعني؟ يعني هو لما كان بيعوز يكلم الناس كان بيكلمهم ازاي؟ معرفش، اكيد استخدم الرقم لفترة وبعد كده رمى الشريحة. انت متأكد يا اكرم؟ ايوه يا فتحي، الشريحة دي لو كانت شغالة في اي عدة تانية كنت عرفت مكانها وعرفت صاحبها كمان. الشريحة دي مش شغالة. لك ايه يا عيال؟ لك ايه غير الرقم برقم تاني؟ نمرة نمرة يا فتحي، نمرة غنيمة صح؟ وجبتها من ايه؟ يعني هتفرق معاك؟ جبتها من ميرفت، جبتها من ميرفت مش كده؟ ومفيش حد غيرها كان يعرف نمرته. لما كانت الحيوانه بتتصل بيه من ورايا وبتظبط بنت الكلب. احنا في ايه ولا في ايه؟ الله مدفومه يا ابني، وانسى الزفته دي خالص، انساها. احنا ممكن كل اللي بنيناه يضيع في لحظة وكلنا نترمي في السجن، وساعتها محدش هينفعنا. حكايتك مع الزفتة دي كانت غلط من الأول للآخر، ودينا في مصايب بسببها، ونفسي أفوق منها بقى، نفسي أطلع بأقل خسارة. كلمني زي ما بكلمك، هات نفسي ترجع زي الاول تاني عشان تبقى راجل ويعتمد عليك. انساها بقى، انساها. حاضر يا فتحي، انساها وهعمل اللي هتطلبه مني. حاضر. أنا بس ما يبقاش كلام في الهوا. ما تخافش، مش هيبقى كلام في الهوا. بس وعدني يا فتحي، وعدني إنك لما توصل لغنيه أنا اللي أتصرف معاه. وعدني يا فتحي، وعدني. ماشي، بس الليلة لا إيه؟ ما تزبيه، ما تزبيش.
صباح الخير يا باشا. ايه عملت عملتك واختفيتي؟ ايه اللي رجعك تاني؟ عملت ايه بس يا باشا؟ انا مش فاهمه حاجه. لا والله، مش انت اللي نشرتي خبر القبض على ماهر وحكايه ميرفت وجوزها؟ طب وفيها ايه بقى لما نشرت؟ هي الحاجات دي كانت اسرار؟ انا على حسب علمي ما صدرش اي قرار بمنع النشر، يعني انا يا باشا لو ما كنتش نشرت كان غيري هينشر، واللي سبق اكل النبأ، مش كده ولا ايه؟ طب اجهزي بقى عشان تسلقي وعدك من طارق بيه لو لمحك هنا. لو النبي يا باشا بعدني عن طارق بيه ده، لحسن ده على طول روحه في مناخيره وحاطط نقره كده من نقري على الفاضيه والمليانه. خليني انا معاك انت. على الاقل انا وانت بنعرف نتفاهم سوا وبناخد ندي مع بعض في الكلام. شوف يا بقى، انا بحب المجتهد وبيحب شغله، لكن لو شغله ده هيجي على حساب شغلي فانا ما بحبش كده. طب خلاص يا باشا، نعمل بينا اتفاق. اتفاق؟ اتفاق ايه؟ انت ترسيني على الاخبار للنشر وتعرفني ايه الاخبار اللي اجل نشرها لحد ما انت تقولي، وانا عن نفسي هحترم اتفاقنا ده وهبقى من ايدك دي لايدك دي، بس انا ليا شرط، تميزني عن باقي زمايلي وتقولي على الاخبار للنشر قبل اي حد تاني غيري. ماشي يا باشا؟ ماشي يا بها، بس على الله تلتزم انت وما تجيبليش الكلام، ويقولوا ان اي خبر انت بتنشريه انا اللي مسربهولك. جربني يا باشا، جربني وبعون الله هكون عند حسن ظنك وخاتم في صباعك الصغير. اهي المايه تكتب الغطاس. انما قولي لي بقى، ايه اللي حدفك علينا؟ جاي شمش مع اي اخبار جديده؟ للاسف مفيش اخبار جديده. معقول يا باشا؟ هو ده اللي حاصل. عموما فوتي كام يوم كده وبعدين ابقي تعالي تاني، احتمال ابصيلك كام خبر كده. ماشي يا معتز بيه، انا هسمع كلامك اهو وهقدم السبت. استنى لحد من بقك انت. سلام بقى مؤقتا. سلام. مجنونة. يا معتز، أخبار المراقبة إيه؟ سحبتها لمدة يومين ثلاثة كده لغاية ما اطمنوا ويرجعوا يعيشوا حياتهم بشكل عادي، وبعد كده هرجعها تاني بس بشكل ما يحسوش بيه. برافو يا معتز. هاي صباح الخير يا فندم. إيه يا سارة؟ جاي متأخر ليه؟ ابدا يا فندم، انا هنا من بدري، بس حصلت حاجه كده خلتني اشتغل عليها من ساعه ما جيت. ايه اللي حصل؟ جهاز الكمبيوتر اللي دخلوا بيه على كمبيوتر البنك ومجموعه الديب اتفتح النهارده. وقدرت تحددي مكانه؟ للاسف ما لحقتش لانهم فتحوه مده قصيره قوي. يا خساره. بس يا فندم انا افتكر عرفت هم ليه دخلوا النهارده على الكمبيوتر. جري يا ساره، انت هتنقطينا ولا ايه؟ ما تتكلمي مره واحده. هم دخلوا برقم موبايل على برنامج تتبع عشان يعرفوا صاحب ومكان الشريحه. ها وعرفتي الرقم ده بتاع مين ومكانه فين؟ للاسف يا فندم الشريحه دي مش شغاله ومش باسم حد. ايه الحظ الهبات ده؟ مش عارف. تقلقش يا فندم، انا هفضل ورا الموضوع ده، وبدل ما هم فتحوا الجهاز النهارده يبقى اكيد هيفتحوه تاني، ان شاء الله المره الجايه هكون جاهزه وهوصل لكل المعلومات اللي احنا محتاجين لها. ماشي يا ساره، تابعي انت الموضوع ده وبلغيني باي جديد يحصل. حاضر يا فندم، بعد اذن حضرتك. اتفضل. لا 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 يا علا، لا ما اتفقناش على كده. يا بنتي ما تنشفيش دماغك واسمعي كلامي بقى. انت عايزين اعمل ايه بالظبط؟ عايزين اطلبه؟ طب افرضي ما ردش، ولا افرضي اقفل السكه في وشي تاني، اعمل ايه بقى؟ اتهبب وازعل من جديد؟ الله، ما انت متضايقه اهو متنكده. لا بس بصبر نفسي، بقول يمكن مع الوقت انسى. طب ايه رايك بقى، انا عندي اقتراح، تعالي نتقابل النهارده بالليل ونروح نقعد في المكان اللي قاعد فيه فتحي. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ عايزين نروح له برجلي يا ارمي جدتي عليه. يا بنتي ترمي جدتك عليه ليه؟ احنا رايحين نقعد في مكان عام، انا وانتي عادي صحاب، لو حصلت بالصدفه وكان موجود اهي خير وبركه، نشوف ونسمع، مش يمكن عنده عذر. بصي هو لو جه وكلمك وطلع في حكايه في الموضوع ساعتها بقى الكره في ملعبك، يا تقبلي الكلام يا ما تقبليهوش، انما بقى بصراحه لو طنش وصدر لك الطرشه نقفل على الحكايه دي خالص ولا كاني في حاجه حصلت. تمام كده يا ستي؟ ها ايه رايك؟ مش عارفه يا علا، خايفة اعمل اللي انت بتقولي عليه ده اتصدم فيه اكتر وارجع اندم تاني. يا ستي على الاقل عرفتي موقفه منك، ومين عارف مش يمكن يطلع عنده عذر يخليكي تسامحيه. يعني انت شايفه كده؟ انا بصراحه شايفه انه ده احسن حل. همشي ورا شرطك يا علا، على الله بس ما تطلع الشرطه مهببه. لا ان شاء الله مش هتبقى مهببه. بيني وبينك انا كسلانه على الاخر، يعني لولا ان انت شجعتيني وقلتي لي انزلي لي ولا كنت هقدر اخرج من البيت ولا فهمت ثانيه. ولا فهمت ثانيه؟ طب اسمعي بقى بتاعتي، فهمت ثانيه. لازم تسمعي كلام الدكاتره، خدي دواكي في مواعيده، تاكلي كويس، تنامي كويس، ارجوكي حنان ده احنا ما صدقنا. على رايك يا نورين احنا ما صدقنا.
قولي لي حماتك عامله معاكي ايه صحيح؟ اسكتي زي السمنه على العصر. ايوه بقى ايوه بقى انا بقيت دلوقتي عندها فرخه بكشك. طب الحمد لله ربنا يهدي. يا رب. قولي لي باباكي عامل ايه دلوقتي؟ اهو كويس طول ما هو ماشي على رجليه تمام التمام. بس انا بقيت خايفه عليه جدا، ولا عايز يشوف دكاتره ولا عايز يروح مستشفيات، وهالك نفسه في الشغل الصبح وبالليل. ربنا يديله الصحه يا رب. هو انت لسه عنده؟ اه مش هين عليا سيبه. طب وبيتك ما وحشكيش؟ وحشني قوي. ده مش بيتي بس، طهرك كمان. ما انا عارفه. ولما انت عارفه بتسالي ليه؟ هو طارق متقبل ان انت قاعده الوقت ده كله بقى عند باباكي؟ هيعمل ايه يعني؟ ما باليد حيله. اهو بيجي لنا زي الضيف يقعد معانا شويه ويمشي. انت كمان عارفه ان هو وبابا ما فيش ما بينهم من بعد عمار خالص. طب وسوها عامله ايه في المدرسه؟ تصوري بفكر اجيب لها اعتذار السنه دي وتقعد معايا في البيت. تتجننتي يا نورهان؟ تضيع عليها سنه بحالها؟ مش مهم، المهم هي اللي ما تضيعش مني. تصوري شكري ممكن كل شويه نط لها في المدرسه يعمل لها ازمه نفسيه، او بلاش ممكن قوي يخطفها مني ويحرق قلبي عليها. ربنا يخلصك منه على خير. امين يا رب. ما تتصوريش ظهوره في حياتنا قلبها ازاي. ربنا يكفينا شر ويبعده عننا. الناس اللي بره اتصلوا بيا بالتليفون، بقول لك مادام خلصت موضوع الشيكات بتاعتك اللي كانت عند عامر، المفروض بقى نشوف شغلنا بجد. عامر الديب داخل كذا بناقصه، لو نجح ناخد المشاريع دي كلها هيقوي مركزه في السوق، مش هنقدر نزيحه بعد كده. لكن بقى لو خليناه يفشل في الموضوع ده، احنا اللي هنسيطر على السوق في المنطقه كلها. ده طبعا بمساعده الناس اللي بره. اه بس احنا كده عندنا مشكل كبير، لان عامر الديب اسم كبير في السوق وسمعته كويسه وشركاته قويه واسهمه في البورصه ثابته وصعب انها تتهز. يعني طول ما اسهمه وشركاته في العالي محدش هيقدر عليه. يبقى لازم اسهمه دي تنزل وشركاته تنهار، ولا الجماعه اللي بره دول هيزعلوا، وزعلهم الله لا يوريك. اديني فرصه بس يا برهان شويه كده افكر في الموضوع اشوف هعمل فيه ايه. أكيد أكيد حوصل لطريقة تخلينا نجيب عامر الديب وشركاته في الأرض. سلامتك عامل بيه. الله يسلمك يا ابني. ألف سلامة عليك يا عامر بيه. الله يسلمك. خير؟ آه كان في شويه اوراق مطلوب امضة حضرتك عليهم، وكمان كنت عايزه افكر حضرتك بخصوص الاجتماع بتاع مجلس الاداره علشان المناقصات الجديده. لا لا انا ما نسيتش، بس خلي حد يعمل لي قهوه ساده عشان انا مصدع وعايز اعمل الاجتماع ده وانا مصحصح قوي. حاضر يا عامر بيه. ولو اني يعني كنت عايزه اقول لحضرتك حاجه، بس انا خايفه ان سعادتك تتضايق. خير يا رانيا؟ في ايه؟ انا شايفه ان حضرتك مرهق وتعبان، ويعني محتاج انك انت تريح نفسك شويه. انا اللي زي اللي يعرف ينام ولا يعرف يرتاح. ليه بس كده يا عامر بيه؟ ومنين تيجي الراحه؟ مين هيراعي المجموعه ومين هيديرها؟ عارفه يا رانيا، في ناس فاكره ان انا عمال اعبي في الفلوس وخلاص، ما بشبعش جشع. لكن لا، الحكايه مش كده ابدا. اي نعم انا عندي ما يكفيني ويكفي احفاد احفاد احفادي، لكن في ناس تانيه بتشتغل معايا، ناس كتير بالالاف مرتبطين بالمجموعه دي. لو جرى للمجموعه اي حاجه هما هيتشردوا ويضيعوا. عشان كده يا بنتي انا متمسك بالمجموعه دي، متمسك بشاع عمري اللي وصلت فيه المجموعه للي وصلت له، بقت في مكانه عالميه. خبر قد كده في البورصه ان انا مريض او تعبان ممكن يوقع اسهم المجموعه في الارض، لكن مش هسمح بده ابدا ابدا.
للأسف في آلاف عايزين ملاحظة دي تحصل في أي وقت عشان يأكلوني ويأكلوا في لحمي. أنا ما كنتش متوقعة إن الموضوع صعب قوي كده. مش سهل أبدا يا بنتي، حكاية كبيرة ومعقدة وفيها أطراف كتيرة قوي، الكل بيحاربني، عشان كده لازم أقف على رجلي وحارب الأطراف دي وأشوف حل للمشكلة اللي مرقاني ومش لاقي لها أي حل. مشكلة إيه يا عامر بيه؟ مين اللي هيشيل التركة دي من بعدي؟ ربنا يخليك لينا يا عامر بيه ويديك الصحة يا رب. روح يا رانيا، روح أنت شوفي شغلك وخليهم يجيبوا لي القهوة، وبلغي أعضاء مجلس الإدارة إن الاجتماع في ميعاده. حاضر. اتفضل. اعمل فنجان قهوه ودخله لساعه البيع على طول دلوقتي. حالا يا فندم. الو، هاي يا شكري، ازيك؟ بقول لك ايه، عندي ليك خبر يجنن. ما تخافش ده